ملاعب الابطال يعني انا بعد شغل كتير كوره حسيت ان احنا بقى نسيب لكم، يعني ما اقطعش عليكم اكتر من كده، نسيبكم شويه وهنبتدي نبص للرياضات التانية. انا شايفه ان هو فعلا دلوقتي توقيت مهم جدا يكون الرياضات التانية ليها منبر يتكلم عليها بشكل فيه استمراريه. ابطال كتيره جدا في رياضات مختلفه مش واخدين حقهم، بيعملوا المجهود الكافي ولكن ستيل الكوره هي معشوقه الجماهير على عيننا وعلى راسنا، بس ستيل برضه في ناس تانيين بيدفعوا فلوس وبيسافروا وعندهم قضايا سواء كلاعبين او كاتحادات. فدلوقتي فعلا توقيت مهم قبل طوكيو مع انجازات كتيره في رياضات مختلفه ان احنا نبص على الناس دي ونديهم شويه من حقهم اللي قليل جدا، فان يكون في برنامج باستمراريه موجود في قناه هي الاهم في قنوات الرياضه، او هي بل هي اهم قناه رياضه دلوقتي على الساحه، نتكلم عليهم ونديهم حقهم. انا هكون بتشرف ان يكون دايما معايا ضيوف من الرياضات الاخرى. يعني عجبني انت عندك حماس للرياضات الاخرى بشكل كبير. انا بحب الرياضات كلها طبعا، الكوره قريبه بس ستيل كل الرياضات مهم جدا. كويس انت بتحب حاجه الرياضات الاخرى. صح